لا يزال الفلسطينيون في غزة يواجهون التحديات والصعاب، يضربون الأمثلة في التحدي والصمود والتغلب على الظروف المعيشية القاسية، ومن بينها الحصول على مياه نظيفة بعدما فرض الاحتلال الحصار الخانق على القطاع وأحكمه على مدن الشمال. في بيت لهيا وجباليا وبيت حانون وضاحية الشيخ زايد وغيرها من مناطق الشمال، يعد الحصول على كوب مياه نظيف أفضل ما يمكن عمله خلال اليوم بعدما دمر الاحتلال محطات المياه ولم ينج منها إلا القليل. إحنا كل يوم بنعبي مية، وعندنا 30 عيلة بالدار، 30 نفر، وكل يوم بنعبي مية من هنا ومية مفنطرة ومية من هنا، وتعبنا جد. وأوقات لمفترة أي أوقات بتيجي شوي هيك تعب قلن قلن وبتروح. بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، انخفض توزيع المياه اليومي في شمال غزة إلى 638 متراً مكعب مقارنة ب 380 ألف متر مكعب في جميع أنحاء غزة قبل أكتوبر، ولا يزال السكان ينتظرون إمدادات كافية من المياه تروي عطشهم. طبعاً إحنا عنا مشكلة من بداية الحرب، وإحنا بنعاني في إنتاج المياه الحلوة لأنه قطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل، هذا أثر جداً علينا، وبنسكر تقريباً بنغلق بنشغل تقريباً 6 ساعات في اليوم، هذا في أحسن الأحوال. إحنا الآن صار لنا تقريباً 10 أيام متوقفين عن العمل لعدم توفر السولار. هذه المشكلة أدت إلى مشاكل كثيرة للسكان، مشاكل صحية، مشاكل جسمانية كثيرة. تؤكد التقارير الأممية والدولية أن أزمة المياه في غزة تتفاقم بسبب محدودية الموارد المائية الطبيعية وتلوث المياه والحصار الإسرائيلي، وتحذر من أنه إذا لم يتم ضمان توفير مياه الشرب الآمنة في المنطقة فقد تنتشر الأمراض، وقد تستخدم المياه كسلاح حرب ضد المدنيين.